السلام عليكم السي المختار. وعليكم سلامك. ناقص السي المختار ياك لاباس. وجهك صحيح ورجع لي بدك الشراء التالي. ياك لاباس السي المختار، شتك دخلتي فيا طول عرض، اش درت ليك؟ لا والو، غير القوامج اللي بعتي لي المرة الأخرى ما داوش لي العام. وانا يدوم غير وجه الله، الله شاهد عليا السي الحاج. إلا كان جيب لك من العزلة المزيانة، شوف هادو راه كلهم من العزلات المزيانين. ما عندك شي حاجة جديدة؟ واش جديد له جدة والبالي لا تفرط فيه، هادشي اللي كاين هاد الساعة وساعة أخرى دخل سوق راسك. قولي شناهو هذاك؟ هذاك 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 بوط. نشوف هاك هاك أنت كبوط مزيان. إيه وهذا بعدا فيه الضو. إيه قيس قيس. أيه نقيس، علاش ما نقيس؟ أجي علي هذا العلم زين. كي جاك علي هادشي؟ وهذا كان معلم ياك. دور 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 شوف. حانس جمعك 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 صحة وراحة. مشي تعطلت بلاتي شويه ما غادي يهضر معك حتى شي واحد. اه انت ما كتعرفش ماما. وفوقاش غنشوفك دابا نعيط لك. اجي خدي شي كتاب. الله سيدي الا جمعك وهتك. جابك الله. هات شوفي كي جيتك. غزال غزال تبارك الله، واش دخلنا عليك بالله؟ كاين شي واحد كيلبس المونطو في الصاد؟ في الصاد يهون الا هذا شريته دابا، لان في البرد غادي يولي ثمنه مدوبل. اسيدي شري ولا بيع دبر راسك، المهم هو ولدي. مالك معاه؟ تشكى عليك؟ يهون الا هذاك راه ماشي ولد، هذاك مصيبه كحله سلطها علينا الدار. مالو اش دار ليك؟ اش دار ليا؟ خليته في المحل، مشيت للبنكه، جيت لقيتو لعب ليا بلا كاس. شنو شحال دالك؟ 100 دريال. 100 ريال كاع؟ هما 100 دريال ماشي فلوس. ها اليوم 100 غدا 100 نديرو فايت. يا سيدي راه شرا باغي الجورنال باش يقلب على خدمه. مزيان ما بقاتلو غير الخدمه ديال الجورنال. واش غيدير مسكين؟ بحالو بحال قرانو، قرا ما جابش الله. هادو قرانو هما اللي خارجين عليه. كتعرف ولدي ما عنده صحاب؟ يلا حسن راك عارفه وعارف امه. ايوا لا راهي ما دافع عليه وبغيتي الصراحه، وهذاك ماشي ديال اللي بيع والشراء. اللي بيع والشراء بغى شي واحد قاصح بحالي. بحالك ما بقاوش. شي نقول لك بعدا دخلنا عليك بالله، واش شي واحد باقي كيشري الحوايج من الخرده؟ شري هذاك المونطو وخلقه في الارض والله لا هزيتو. واش يعرف الدجاج الجوهر؟ هذا راه غير 60 درهم هذا، ثمنه خليل واجره كثير. كي جيتك؟ عند راه شنو درتي؟ اش غندير؟ راك عارف هو من الصباح انا كنتسنى في المدير، في الاخر هما يقولوا لي سير راه خذوا واحد في بلاصتك. واش عرفتي شكون؟ شكون؟ نسيب شيفور ديال مرأة المدير. بنت خاتم الباص. مزهر عندك اخويا اكثر من ديالي، ولكن ما تقلقش هادشي راه جاري به العمل. ما تقلقش؟ كيفاش اخويا ما تقلقش؟ والوالده مسكينه؟ صبر حسن صبر. نصبر حتى لين؟ ملي مات الوالد الله يرحمه الوالده كتضرب في تماره، كتجلس في الموقف باش ترس على عباد الله، باش تكبرني وتقرني وتردني راجل، وتصحى ما بقات عندها. بغيت اخويا غير نخدم باش نبقى غير شويه من داكشي اللي دارت عليا. دابا يسهل الله. سيدي فاليوم غادي نتكلموا على الاناناس، معنا زوج ديال الضيفات، معنا مريم و الانسه رانيا اللي جاو عندنا من سلا، فكنحييو جميع الاصدقاء اللي كيشاهدوا البنات. شدوا لي هذا المشقوف هذا وسيروا تنعسوا. يلا بركه. كيفاش ميلاتي؟ ما قديتش بصحه لك بو طب. اه عجبك؟ ها الله يرضي عليك. ايه شو ناسو؟ ايوا كان بغيك بنتي الله يرضي عليك. ايه ودي معك اختك وعاودت لي هذيك الخبيره ديال الحديد دار الحرامي. مربوط اتاي اتاي بالنسبه للمقادير ديالك
واتاك بابا الكبوت. الله يرضي عليك. بابا خاصك تشتري لنا الحوت. الحوت؟ ومن غادي نجيب لك الحوت يا بنتي؟ ها حتى هو طلع له الدم ولا كيحرق. السي هذا كيدخلوا يومين لقاع البحر يلاه كيخرجوا جوج حوتات. لا راه حيت الاستاذه قالت لنا ناكلوا الحوت ولا اللحم. اه الاستاذه اللي قالت لكم هادشي ولا هذاك المشقوف هذاك؟ ها ايوا طفيو عليا سيدي، راه ماشي نتوما اللي كتخلصوا الضو. والله الا قالتك الحق، هذيك الخضره دارت لي الاسهال. مش من شي الحيمات. واش بغيتيهم بقرين ولا غنميين؟ غنميين. غنمين؟ ايوا لالا الغنمي لقاو فيه المرض الكوليسترول. واش لي نبى البقري؟ البقري البقري لقاو فيه الله يجينا وينجيك جنون البقر اللي كياكلو كيولي فيه بوهروال بحال الترومبيه. البنات باكم ولا دكتور ديال البهايم. السلام عليكم. مهمتي مالك راه تعطيله ياك لاباس؟ مالك انت وليدي ياك لاباس؟ مالك اش عندك؟ ما مالي والو مهمتي، ما كاين والو والو وليدي. دابا ما كاين والو. واش هاد الحاله وليدي؟ وانا وليدي تعطلت اليوم، داتنا واحد المره من الموقف. حنا ربعه ديال العيالات مشينا وليدي خدمنا عده واحد الفيلا وليدي، اش غنقول لك، ويحرك فيها العود. وطلبتها وليدي قلت على وعسى تدوي مع راجلها يلقى لك شي خديمه. خلاص عليا الوالده، باقا تقي في هاد الناس، راه بغات دير لك خاطرك وصافي. وحنا وليدي مالناش خاسرين، قال لك تبع الكذاب حتى الباب الدار. وانت عييت؟ انا والله الا عييت تبارك هذا الله. واش غدير وليدي؟ وراه ماشي انت الاول ولا الاخر. وقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليديك سير وليدي شرب شي قهوه الله يرضي عليك. طلعت خليها معها بلاش ما يمشي. شرب وليدي قهوه الله يرضي عليك، تنطيب لك العشاء. عفا وليدي الله يرضي عليك. وصافي وليدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك. هدي صباح الخير الميمة. صباح الخير. كب لك وليدي فطر، كب معك لختك الله يرضيها. واخا هضرت ليا مع با؟ يا وليدي الله يهديك، با كان تكلم لي على الفلوس كانت كحال الدنيا في عيني. صباح الخير. صباح الخير. الله الله، شفتك انت اليوم الصباح مشيك غادي للوزاره؟ غادي نمشي نشوف واحد الشركه لا سهل الله. اه مزيان. اه الله. صباح الخير. صباح الخير بنتي. خذي بنتي فطري، خذي قرب لختك، قرب لختك للفطار. ها هو ديالك ابا. خاصني واحد الكتاب. صبحنا الله، مازال كاع ما تسفيلنا. شحال كيدير هذا الكتاب؟ 100 100. غادي تقرا يد مياتي. ها كامية ديالك. تاجرو مزيان. ابا واش باقي شي كتاب ب 100 ريال و 100 درهم؟ 100 2000 ريال. اوي واش كيتسحب لكم الفلوس كيطيحوا عليا الشتا؟ مزيان، واش غادي ندير انا كاع بهاد القرايه هادي؟ وكنت تزوجتي وهنيتينا من هاد المصاريف كاع. صافي با، ما بقيت باغي لا فلوس لا فطور، نوضي انت الا بغيتي نوصلك في طريقي. هادشي النفس، ودير بحال اختك. خصنا بهاد الفطور كاع. يتعامل معنا بحال كاع ماشي ولادو. ما تديش على باك،
بكرة كبر يتيم متعذب في صغره، كانت مربيه مرتباه مكرفسه عليه، داكشي علاش خرج قاصح وليدي. بزاف على القصوح يا امي، واش هو تعذب يعذبنا معاه؟ ودوك الفلوس كاع اللي عنده ولا ما متعش بهم راسو متعنا معاه، اش غيدير بهم؟ كاين بس ما كاين بس. واش يا وليدي تمارا اللي دوزت انا معاه فطرت الله يرضي عليك فطرت عارفه شحال. ياك بعدا عجبكم الحال ها هو الحال الدوسي وما هذا نعاودو هو نص موجود الحال الدوسي ها هو يسيك باغ هالعار ايو هذا هكور ستي فاليزا وفاليزا الله العظيم الله تفكر عقش بالي سميتها ديك الشحومة اللي مربية سير سير لا ماشي الا اه اوكي توصلي هاي طيبية يلا بسلامة الساعة الله يعاون خديجة هملك بلاش هذه السيدة اللي كدويت لك عليها مرحبا هذاك الحاتروف عندك شحال عنده من عام عنده سيدي شي 26 ولا 27 عام وقرا سيدي وما جابش الله الله يجعل ربي يخلي لك وليداتك هاينا واحد الخدمة ولكن ما طلبش القراية إلا قبل عليها ويقبل عليها سيدي ولا ماله ما يقبل عليها راه عيا بالقلوس هاي عدي فاش ما قسم الله واخا ما كاين مشكل سيري كوني هانية واخا سيدي الله يكثر خيرك أنا غنتصل دابا ألو سي خالد السيفي ديالك راه مهم وعلى هذا القبال الشركة ديالنا غتصل بك في أقرب فرصة إن شاء الله بارك الله فيك سيدي مع السلامة وشحال زوينين هاد الفلوس هادو آه وكيدير قيمة البنادم البعيد كيرجعو قريب الخيب كيرجعو زوين كيديرو الطريق في البحر إوا راه قالو هاللوني اللي ما عنده فلوس كلامو مسوس يا والله نزينا من الافق يا العياذ بالله لا حول ولا قوه شكون غيجي في هاد الليله ما عرفت انا غنشوف شكون انا با خالد زيد زيد دخل دخل مرحبا بك دخل فين اخويا كي داير زرتنا البركه اخويا كي داير لاباس عليك الحمد لله سير الوالده الحمد لله ام دره اش درتي بداك الشيء راك عارف تسنى تما نتصلوا ليك فاك على هذا الشيء ديالك وتهلا في راه مازال غنحتاجو القميجه والكرافطه ما بقيتش احتاج ليهم لقيت واحد الخدمه ما طيحش لك على البال دخلتك والله وفاش اخويا قول لي قول لي الوالده قول لي انت مال لا لا قول لي الله يرحم باك قول لي قول لي قول لي قارصونه وليدي في واحد القهوه ها قارصون في واحد القهوه الله خالد وخالد الله يرحم الفرحه باينه عليك الفرحه عدي حتى يجيب الله محسن هي كي تيقولوا الوالا عدي بن عاده تيجيب الله الصبار يا دابا اتفقت عليا بجوج ياك اسمع با خالد غدا ان شاء الله القهوه الاولى على حساب خو ما كناش كنشوفو بزاف حتى ملي كتجي كتجي مزروبه مالناش كاين ملي كنتي معايا في الرفاقه ما كنا كنتفارقو انت اللي بغيتي تحبس القرايه قبل الوقت ضفروا هذوك اللي قراو بحال كنهضر مع با خليني نمشي قبل ما ندازو اجي بعدا ما كاينش كتاب خليه عندك هاد المره غادي ندي كلاسور
ولا بقى سوق سما جيت كندي كسب ما غيبقى لك حتى واحد فيهم. ديهم كاملين اللهم فك ولا في مول الزريعه. جميله ياك لاباس اش كديري هنايا؟ جيت عند صاحبتي وانت مالك تابعني؟ لا صاحبتك ولا تسكن هنايا؟ مالك كتحق معايا؟ وا جميله مالك قاصحه معايا؟ انا راه غير سولتك وراكي عارفه. اسيدي شحال هادي قلت لك فرقني عليك ما نصلحش ليك سير شوفك شي وحده من الموقف. امدر المال قديت لي شغلي يلا ساليت منه ثلاث ايام وانا قدام فيه عنقي عواج لا 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 يعني كعواج بلا كبوتي لا تجي تثبتك عليه. شحال كان عندي؟ 50 درهم. 50 درهم؟ عاود 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 نسمع. 50 درهم وليك انت 50 درهم. ايوا لا واه ماشي حتى الثمن باش شريته. انا نعطيك 20 درهم. يلا 50 درهم من اجل المعرفه والمحبه. ايوا شنو زعما ولا عندك حتى انت البريفيكس؟ لا فيكس لا كيكس هذا ثمن الرجوله وكن راجل. بين هي الرجوله ولا الرجال تخبي فلوسها باش ما تخلص الضرائب. سيدي اش دنا الهضره هذه هاد الهضره القاصحه هادي اش دخلنا في هاد الشبوق هادي؟ ما تقلقش سير مختار ياك ما قلقتك مولات الدار وزيدون اولاد اليوم يديهم ورجليهم اخفاف حدك تما الله يخليك. واه شحال عندي اعطيني شغلي. 50 درهم. 50 درهم هكا 50 درهم انا اللي شغلي. الريبة هذه جميلة. أجمينة جميلة أنا جاية ماما. مالك بنيتي مالك خلاتيني؟ ياك لاباس؟ ولو ماما غير الماكلة ضراتني في المعدة. كما تعشيتي؟ قبل ماما في العشية ملي مشيت عند صاحبتي كليت شي بغرير وتقل عليا. ياك ما نديك عند الطبيب؟ لا ماما صافي ملي تقيت وليت لاباس. يلا ترتاحي. يلا واش هاد زوينين وكيعجبو كاع عباد الله كلهم مكاينش اللي يقول لك ما كنحبلهمش. وانا منين توجبد وهذا هو العشية الحقيقة. ما غزلة يحلوا جميع المشاكل. الله 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 شكون؟ واخا انا جاي بلاتي بلاتي. ايه واخا انا جاي بلاتي. او لا دقيت عليك القحسد ياك لاباس؟ لا والو بس غير كنت مشغول مع شي حساب ما بغاش يخرج ليا. وفيق من القلبه وحيد عليا هاد الخرده حيد عليا هاد الخرده ما نحملو. انا الا ماشي شغلك بعدي مني. جميله راه مريضه. مالهاش عندها؟ ضرها المعده ولا بقات هكا خصني نديها عند الطبيب. طبيب؟ ولا لا غادي تكون غير مدخومه. عطيوها شي شويه ديال الزعتر ولا توني بخير. تخمات الله يا ربي الله مع من تليت ديها في ولادك شويه وانت مقابل غير الفلوس واش غادي معاك للقبر؟ الله يلطف بك الله يلطف بك المختار. الله يلطف بك الله يلطف بك المختار. الله يلطف بك الله يلطف بك. ايوا لا لا الله يلطف بي والله يزيدني منهم. يلا طريق طريق. تعطلت يا صاحبي. طلع طلع يلا خويا هاد الكراس كان من فين؟ شوف اش تما شحال انا داكشي اللي اتفقنا ماسمعش كصاحبي انا والسيد حتى حشمت في الاخر عطاني لاكارت ناسيونال والفلوس قلت دبر لي شي اتيستاسيون ترافاي وفي جديد بحال ديما صافي صافي. يلا خويا انا مشيت مالك مزروب؟ المهم عندي شي شويه بغيت نمشي نقضي شي قصاره هاي؟ لا لا والله الا غير المهم جلس جلس جلس. لا لا خليني نمشي اخويا حامد الله يحفظك. يلا نعول عليك يا حامد. صافي يلا القارات على القناة الثانية على مد بحال ديما.
قولي يا الميمه، وجدتي لي الامانه؟ يا وليدي يا وليدي، ما خديت من عنده داك 400 بحال جبت لي من العينين. سي سيرا في الماريو عطيك الرضا. والواليد مسمار مع راساته وانتم ندبر عليه. خالد لقيتيها؟ مازال صافي صافي. هذه طالية والشهيدة ديالي. جيتي يا حبيبة، شنو هذاك؟ جاوبوك؟ فتحة وليدي فتحة، فرح وفرحني معك. المهم أنا وليت خبير في هادشي، شتي هادو؟ ردوا لي الوراق ديالي. بركة من نقول حل حل، سربي سربي الله يعطيك الرضا. فهمتي يا الوالدة فهمتي. ها الدبلوم، ها عقود الزياد، ها ما كاين مشكل، يحل الله مرة أخرى إن شاء الله. خدم في واحد القهوة وأنا دابا غادي عنده. مالك؟ شتك غير دايخة ومهلوك، اش كاين؟ علاش الدموع؟ والو، غير عيانة، خصني ارتاح وصافي. ترتاحي؟ ومناش؟ من الحفاظه والصهر ومن هادشي حتى هو. غاد جميله، هادشي ما عنده حتى شي علاقه بالعيه ديالك. ما نعرف، ماما البارح خلعتني، بغات تديني عند الطبيب. طبيب؟ وعلاش؟ خفت غير تكون شي حاجه، قلت حتى نشوفك ونمشيو انا وياك عنده. ياك السيده حامله. شكرا. الحق هي انا شي شويه غادي نكتب ليها على دي فيتامين، من واحد الشهر تعاود تدوز عندي. خذ رونديفو مع نصف كريت. داكوغ ميرسي. مبروك. كي جاتك الخدمه؟ اش غنقول لك؟ عمري ما كنت كنتصور راسي كارسون في قهوه. ولكن مع القهوه الجديده خوك مدور مع البوربوار. انت اخويا الا خصكم شي كارسون ها هو. حتى انت بديت عليك الدم ولا؟ ما كاين غير اللي طلع الدم. اجي نجلس هنا. فين هنا؟ انت ما كلبس لي الحرير حتى كنت سويت. يلاه سيدي ريح. ربي الله. عقلت على داك الكونكور اللي دوز شحال هادي؟ ايه؟ اجاوبوني. تا هو والو؟ بحال ديما. انا بدات كتبان لي فشي حرقه ما بقى ما يعجب. صافي بدلتي رايك؟ وشنو؟ فاش كنا كنقراو وكان كيبان ليا فاش غادي نتخرج وغنخدم، ولا باغي يعطيني الفلوس باش ندير شي مشروع. ولكن اخويا غير تخرجنا البيبان كاملين تسدوا، اش بغيتيني ندير؟ دخلت عليك بالله، وليدي هو اللي بغى يمشي برا، لمن بغى يخلي مهمته مسكينه. يلاه تفرقت معاه دابا، طالع ليه الدم مزيان، تعمات ليه وبغى يحرق. يا ويلي على بغى يحرق؟ دخلت عليك بالله وليدي، واش الحريق ساهل؟ ها؟ ولا هذاك باه اللي عنده يتحرق ما يتم، مالا وليدي ما يدير لي شي مشروع اللي يمشي يتمعش به مسكين. راه كاين شي والدين كيخرجوا على ولادهم بيديهم، وبا المختار واش عباد الله عنده الفلوس وما متع بها حتى شي واحد. الله يهدي ما خلقها وليدي، اش غنقول لك؟ شوف وليدي الله يرضي عليك، خالد راه بحال خوك، الا لقيتي باش تعاون ولا توقف معاه ربي هو اللي غادي يجازيك. واللي في جهدي انا غنديروها مهمتي. Thank you.
سي المختار الشك ديالك كولو الكاش ولا ما كاين سلعه الله يعاون. على قسوحيه في هاد الناس ولا باس. وشوف السي الراجل عطيتو الشك قال لك لا والو الفلوس ولا ما نعطيك السلعه. ياك هذا ديما كان كيتعامل معك بالشك. اييه كيشتي الشهر اللي فات كانت الحركه شويه عيانه عطيتو شك فاش بغى يدفعو قلت له يصبر عليا شويه هو يطلع ليا للجبل. ايوا باك تعطي فلوس وباش عطاك السلعه اخرى حيد شي فين يجي شي. يا كاسي حيد شي فين يجي شي وانت شغلك معايا ولا مع السبع يواجه يوريني اش غادي ندير. با حشانه قلت لك وصافي انا ماشي سوقي. مزيان اش بعدا واش جابك لهنايا على الصباح ياك انا مساعي فيك ما تدوش عندي المحل. كديز من هنا وانا نقول ندخل نشوفك. اياه دوز تشوفني محشني والمره الماشيه لك تيديز من هنا دوز مال لي راه منين راه صافي صافي با انا غادي. مزيان علي جميل انت راه ما عندك حتى شي حل الا تحرقي معايا وانا ما بغيتش نمشي ونخليك. شوفي كيفاش دبر على الفلوس. منين غنجيبهم ليك؟ خلع حسين ما سحبني شي شفار. اش غيشفر لك الميمه قولي فيك تي كنت عند حسن. ايوا وساليت من عنده. ايوا و ما سلمت عليك. حيان عليك العمات قولي اش بغيتي. بغيت كان الميمه تدوي ليا مع با يعطيني شويه الفلوس. الفلوس اش عاوتاني الفلوس؟ تا لا مهله بغيت نحرق. تحرق شويه اش كتقول واش صطيتي ولا مالك يا وليدي الله يهديك ما انت بعقلك ليها ازمه وغادي تفوت. امتى غادي تفوت الميمه واش انا 3 سنين وانا واخد دبلوم لا خدمه لا ردمه امتى غادي تفوت؟ يا وليدي حبيبي شحال عندي منك انا ما بغيتكش تغرب وليدي دخلنا عليك بالله واش عمرك سمعتي شي واحد حرق بقى حي. حتى انا بغيت نجرب حدا الميمه. مايمكنش مايمكنش وليدي انا صفتك تموت مايمكنش. خليت عطيني كفتي خليني صافي غنوصلك للدار. صافي صافي غنوصلك. جميله بلاتي تجيو وبغي ندوي معاك باغي نوقفي الله يهديك. واش ما كتفهمش عربيه فرقني عليك. ما بغي ندوي معاك انا مصلحتك راه ماشي عليا انا. ومن فوقاش كتهمك مصلحتي؟ المهم سمعني شي داك السيد اللي كنتي معاك بالقهوه راه ما يصلحش غير بعدي منه. شكون اللي غيصلح ليا انت وداه في سوق راسك وفرقني عليك؟ اه وجري قولها لبا عاوتاني. عندك الحق وعسمعي الله يهديك من راسك صحيك راه ماشي انت اللي كاينه في حياته راه كل مره جيب وحده جديده. شي انا حلمتك انت اختي دبر راسك. ما غاديش نمشي معاكم يا ماما. حشوم العروسه كتوصي وتعاود خصك تحضري لها في عرسها. ماما والله حتى مريضه سيري غير انتي وهاجر انا ما قاده على صداع. خلاص والله الا زدتي في قولي يا جميله جي شوفي لي اش نلبس هذا ولا هذا. هانتي هذا هانتي هانا هانا في الحقيقة ماما هذا هو اللي كيواتيك. وفي الحقيقة ما عندي من غيره خلاتو لي جدك الله يرحمه وخلات لي هاد الدهيبات. اجي شوفي لي الان طوان كندير. ماما ديري الذهب ديالك كله عرفتي على من كتعرض هي ديري كله كله. وشنو واخا كتعرفو حسن ولد الدرب أمضى صوبتي السيد وراقه. خلنا من السيد انت موجود تمشي بشحال وراك عارف انت بوحدك تمان وانت والدريه تمان. بركه من الدوخه حميد هضر معنا صاحبي. طارق انت بوحدك مليون ونص انت والدريه غندير لكم بريدكسيون. خلي بريك احن راك عارف اللي كاين et mardi je dis à Mac pour tous ses péchés elle est condamnée à mourir lapidée.
جميلة هيك لاباس؟ لا والو. يا أمي والو، علاش كتبكي؟ غير واحد صاحبتي ماتت وبقات فيا. إيوا الله يرحمها. جميلة، واش هادشي اللي كاين ولا مخبي على خوك شي حاجة؟ أنا مولفة كنخبي عليك شي حاجة. مساء الخير. مازال ما جاتش منكم من هاد العرس؟ لا با مازال. وحتى انت واخيلا يلاه دخلتي. اجي قلتيها بواحد الطريقة بحال ما عجبك حال ياك لاباس؟ لا با انا يلاه دخلت. لقيتي شي خدمة ولا بقيتي كدور في الزناقي؟ مازال، ولكن قريب ان شاء الله. ايوا تحرك، راه الحياه ما كتهز الحياه غير القبر. نودي انت وجدي لنا على شو وخب. صافي غزال. كي جاك فن وجمعك السي مختار جمعك. توعد من الدم شاب. دخل اشوا ما كاين والو، بغيت نهضر معاك. فهمني صاحبي اش كاين. يلا يلا نحيدو من هنا. ولي اشوا قاصح والو اصاحبي، بغيتك تعيط لداك خينا وتشوف انا نهار غادي يدير الديبار. خلعتيني يا صاحبي كاع هي سخيتي وبركه من العصير حامي. هو صافي حنا كنعيطوا ليه. الو الحبيب. السيد اللي دويت لك عليه راه موجود وقتاش؟ السبت الجاي. اش من ساعة؟ صافي وجد راسك السبت الجاي قضيك 3 ايام وصافي. نعول عليك حامي وصافي. يلا تقهوى دابا. لا ما فيا ما نتقهوى، بغيت كير تعطيني السواتات ديال الطوموبيل، باغي نمشي نقضي واحد الصخيرة ونجي. سواتات الطوموبيل شنو قيسيش عجباني؟ مالي شنو تبدل فيا؟ ايوا فني ديك الحيويه والنشاط والضحك وليتها ساهيه. قولي بعدا اش قالك الطبيب؟ طبيب
لا والو، غير المعده ضراني، خرج لي شي دواء وصافي. داك فارس احنا واش درتي معاه؟ اجي خطوك ولا مازال تفلي عليا؟ علاش حيت ما خدامش؟ تعقلي على شي مع صاحبتي؟ كانت كتشكون حدانا ربع سنين وخطوبه مع واحد، كل مره كيقلب على خدمه من هاد الشركه لهادي من هادي لهادي، حتى واحد النهار ويحرق للطاليان، الا حرق للطاليان عاد واجبو. حتى حنا نيت داكشي اللي غنديرو واقيلا. غنخليك يلا باي باي. ما غنشوفكش في العطله، غنمشي عند عمتي الصويره. اوكي يلا بون فاكونس. الله يفرج توصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاج مختار لاباس؟ لاباس. صحيح بخير؟ لاباس. الله يبارك فيك. لا خليك واحد دقيقة بغيت نتكلم معك. أييه، وشكون أنت أسيدي؟ ما عرفتنيش؟ لا ما عرفتكش. الله يودي، أجي نتكلم معك. واخا، أهنا. بغيت واحد 100 درهم. 100 درهم؟ كمل لي 100 درهم باش نمشي لعين ديال عندي شي غرض تما. أييه، وهاد 100 درهم هادي كتسال عليا؟ حاشا. حاش انت يا ولد الخير ولد الخمير تبارك الله عليك، ما غاديش تردني عارف. ايوا واخا سيدي، ايوا هذا الشيء النار هذا كله مازال ما صورتش 100 درهم. ايوا ما صورتيهاش اليوم، راك صورتيها البارح والبارح الشهر اللي فات. اش هاد الهضره هادي؟ اش هاد الهضره هادي؟ اش دخلنا حنا في هاد الشبوخات هادي؟ انت ولد الخير والخمير زعما راه عندك اسيدي، ماشي شغلك يكون عندي ولا ما عنديش؟ دور معايا، جيت عندك دور معايا. اسيدي الله يسهل. واش نبقى نمشي ونجي؟ سيدي شكون قال لك اجي؟ سير بعد مني عطيني اتساع. كبرت بيك وجيت عندك شرط. اكبر براسك علي. علي ديروا الفلوس وكتبقاو تجمعوا فيهم. ماشي شغلك، سير بعد مني علي. هاني معلم. شحال مره كنقول لك بحال هادو ما تخليهمش يدخلوا عندي؟ كنت كنصحابو غادي يدخل يتقدى. يتقدى؟ شوف نهار يدخل عندي شي واحد بحال هذا نعطيه اللي يطلب ونحيدو لك من الاجره ديالك. مزيان. واخا المال. دي وحده اخرى لك. صدقه ديال بز. كنضحك تاجرو. اش بغيتي حتى انت؟ با بغيت نهضر معاك ولكن ما بغيتكش تقلق. هي القضيه فيها التقلق، ياك ما حتى انت بغيتي الفلوس. يا هذيك با بغيتك تعطيني ولا تسلفني. صافي حبس، انتهى الموضوع. با نكمل، راه ماشي شي حاجه كثيره. شوف جوج كلمات غادي نقولهم لك بلا ما تبقى تدور لي على الهضره. بغيت نحرك، عطيني مليون ونص. مزيان، ايوا تبارك الله على هاد الشباب هذا. هي حتى انت باغي تحرك. والوالده وبركة من التشطاب والتخمال، ما عيدش من تمارة. واش غندير اوليدي؟ راه ولفت نبقى نهار كله وانا شاده يدي وجالسه. اجي الوالده شوفي اللي خاصك، لا كنت نسيتي حاجه. الله يا وليدي الله، مالك على هذا الشيء كله؟ فرق وليدي الجوده على الايام. وخلاص اموينتي، راه كناكلو غير رزقنا الحمد لله. الله يرضي عليك يا وليدي. يا ربي امين. وانا وليدي راه نسيتي النعناع والقزبر معدنوس. ياك ايوا. اش غديري اموينتي؟ هاكي هاد الامانه وشري اللي خاصك. عطاك الرضا وليدي، هادي ناخذها كلها ياك. ايه تسالي كل الخير اموينتي. وبس ندير لك واحد كويس تاعاتاي بعدا. لا ما نقدرش اميمتي، انا غير سالت من الخدمه. يلا الله يعاونك وبارك عليك من جامعه. واخا وليدي يلا. والله يرضي عليك، الله يكون منك، الله ينقي الشوك من طريقك. السلام. الله يسلمك ماما. غادي للحمام تمشي معانا؟ والله ما قديت، ما وصلت غير بزز. قول لي خلي لك با باش غنمشي عند عمتي. خليك هو غيقطع لك الورقه باش تمشي وعمتك تخلص عليك الرجوع. شتي هاد الورقه اللي غيقطع لك؟ كيبكي وجهته السخانه وكيضحك لك هادشي ماما. اجر كيف قص على بسلامه. دي صحتكم. بالصحه.
لما استضحنا الذهب ديال امي كله تما. برافو عليك يا جميل، ما عندي ما نسالك. شنو دابا نمشيو للدار نديرو شي جلسه فعاله تاركه؟ هذيك الجلسه هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. المهم دابا اللي عليا راه درتو، باقا خدمتك. ايه يا لالا دابا باقا خدمتي، واليوم غادي نفدي كل شيء. عافاك طريق، غدا خصني نخبر قبل ما تفضح القضيه. الدره قلت لهم غادي نمشي عند عمتي ندوز عندها العطله، وانت شوف هذاك الراجل بغى ياخذ من عندك الذهب. هذاك خينا ضربي عليا انا، هذاك خينا كياخذ كل شيء. المهم تصنتي ليا غدا وجدي راسك، نتلاقاو في لاكار مع الصباح ونقضوا تران ديال طنجه صافي. قول لي الوالد ارتاحت شويه؟ ما تصورش شحال فرحانه معنا اللي هاز المصروف دابا. ارتاحت مسكينه. وانت اجر معك الوالد؟ نكرني غير كتجبد لي الفلوس كينكرك. وغير صبر، انا كنعرف واحد خينا كيجي للقهوه كيحرق عباد الله، راني دوج معاه عليك. ايه ولكن من غنجيب لي الفلوس انا؟ انا راه بديت كنجمع شويه ديال الفلوس غير كون هاني. احسن واش انت كتجمع الفلوس باش تخسرهم عليا؟ والله يهديك اخويا خالد، واش حنا بيناتنا؟ عارف اللي كاين. تلاقيت مع بوشرى اليوم. ايه جاي خطف فيها شي واحد، قلت لها تزوجي. وعلاش مسكينه؟ يا كنت بغيها وتبغيك. حيت كنبغي هذاك الشيء علاش قلت لها تزوجي. انا براسي ما عرفتش المستقبل ديالي فين كاين. دوماج بنت الناس اخويا، والله الا بنت الناس. وانت زعما قليب خاوي زعما ما كاين والو. قول لي نيت كنت باغي نهضر معاك في هذا الموضوع. ايه ولكن خليها المره اخرى. واخا شوف طلب لي كل شيء حتى الفلوس. نمشي نقطع لك الورقه ديالك. با اعطيني فلوس نقطع انايا وسير انت حل حانوتك. الفلوس؟ لا انا غادي نمشي نقطع لك، ردي البال الموتور انا جاي. فين غادي اشريف؟ الصويره. 60 درهم اشريف. 50 درهم حتى انت. لا 60 درهم اشريف. الا بغيت 60 نمشي لاكاس. يلا اطلق رانا هذيك 50. يلا. هاك هاك. هاكا الورقة ديالك، وهاكا واحد 100 درهم، كيف توصلي عيطي لينا. وفلوس الطاكسي با؟ بلاش فلوس الطاكسي، عندك راه خريبة المحطة، سيري غير على رجليك، وايلي. سلامة با. سلامة. هادي ولاد اليوم يا حلوة الأخواتي.
غير مع حسن. لوليا اش خبار امو؟ لاباس عليها؟ لاباس عليها، وراه جلسها حسن من الخدمه. مسكينه على سلامتها. وراه قال لي بلي باغي تشوفك. يشوفها الخير والربح. قولي يا خالي، واش درتي مع باك؟ شنو نقول لك الوالده؟ ما كاين والو صافي. بقات يعاود لي داك الديسك ديالو من الاول. انا لا عارفه. شوف اوليدي، عندي شي ذهيب خلاته لي جدك الله يرحمه، غادي نبيعو ونعطيك فلوس. بالحق اوليدي الا خدمتي ترد لي الذهب ديالي. واش بصح المهمه؟ غنتوكل على الله. خالد انا كون سعفتيني كون هادوك الفلوس درتي بهم شي بيعه وشريه هنا في بلادك. خلاص امهمتي، شحال هادو ديال الفلوس اللي غندير بهم شي بيعه وشريه؟ شت ما بانتش ليا جميله، فين هي؟ مشات عند عمتي. اياه مشات بلا ما تسلم عليا. واخا خصني نعيط لماما نقولها وصلت عند عمتي. يلا فحلنا جميله نسيهم. خصني نعيط لهم طارق، على الاقل نكلم القضيه قبل ما يعرفوها. راه واحد الكابين تليفونيك، سير عيط لهم. واجي معايا. الحمد لله انا بيتي حطيتهم. الو الو ماما. الو جميله بنتي، وصلتي على خير؟ اه وصلت. سلمي على عمتك. واخا ماما. ما شفتيش الدراج ديالي اللي كانوا في الماريو؟ شنو؟ مشي شبنيتي كبير جاتي خويا تما تيكون لك. لا ما شفتهمش. لا بنتي قلبت عليهم وما لقيتهمش. شو سولي بابا؟ سولتو بنتي هي اللي ما شاف والو. ماما ما بقاش كنسمعك. الو ماما غيقطع. بسلامة ماما. جميلة جميلة حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يا سيدي ربي، فين كان مخبي لي هذا الشيء؟ هذا بغي حرق حرقنا حنا. يا شتي تربيتك يا المختار الله يهديك، ما تقلدش، خليته يجي ونسولو. علا مازال عندك شك في هادشي؟ وشكون غادي يكون انتي؟ أرواح السلام عليكم. ياك لاباس تكون كاع ما رديتو عليا السلام. اش كاين با مالك؟ مالي؟ يميلولك. مزيان نهار شتك ما شت الربح. اش كاين امي؟ اللي كاين هو الذهب ديالي مشى ليا، ما عرفتو تسرق ما عرفتو توتر. قلبي مزيان ولا سولي جميله اللي تكون دارتو فشي بلاصه؟ ملي عيطت سولتها قالت لي خليتو في بلاصتو. اه قلبي راه يكون فشي بلاصه وصافي. شتي اش قلت لك؟ راه ما ينفع مع غير البوليس. الله يرحم والديك، انا مزوقه فيك، خليني مني ليها انا غادي نسولو. امي واش انت كتشكي فيا؟ انا راه ما شت لا ذهب لا والو، وزيدون بيتكم كاع ما كندخل ليه. وانت با لو بغيتي تعيط على البوليس عيط عليها، انا راه ما داير والو. ايوا سيدي الله يجعل البركه في المخزن. إيه غادي تقرب بلا خاطرك. مزيان نولدوكم نقريوكم نكسيوكم وتسرقونا، حزموني ورزموني ونكريسيكم. مشي نعلم البوليس زعما. اش خالد سيدي انا داير والو. انا مزوقه حلف ليا. والله ما واش انت تشكي فيا؟ والله ما شفت شي ذهب ولا شي حاجه. ولا فين خبيتي؟ ما خونت لا ذهب لا والو. باك ما يمكنش يتهمك بلا ما تكون حتى شي حاجه. احسن لك بلا ما تنكر، هادشي راه ماشي بمصلحتك. ما كنكر والو، ما عندي ما نخبي. باك قال لي انا بلي طلبتي منو الفلوس، ملي ما بغاش يعطيهم لك صرفت الذهب. طلبت منو الفلوس وما بغاش يعطيني، ولكن ما خونتش. ايه ولكن الذهب اللي تسرق تقريبا هو الثمن ديال الفلوس اللي طلبتيه من باك. علاش بغيتي؟ علاش؟ بغيت نمشي لبرا. ثلاث سنين وانا جالس. سنين قالك هو جالس ملي نهار سرق الذهب. باش يمشي لبرا، لا سرقتي الذهب. انا ما خونتش الذهب، ما خونتش الذهب.
واش كاين شي واحد كيخون والديه؟ لا ما خوات الدم، ما خوات الدم. وما تبقاش تعلق فين تفلق، سير مسح لك الطوب الحسن ليك. با حسن الدريه اللي كنتي حاطه عليها عينك مشات مشات ومشات معلم. زيدي فين جيبني؟ أنا فين غنسنو الفاطرة حتى الليل؟ لا أنا ما ندخلش تما. مالك اش كاين؟ لا والو، تنفكر غير في دارنا. أنا ما كنفكر في حد، أنا تفكيري كله ورا البحر. سر علينا نشوف شكون اللي كيسرسر. انا انت فقتي بعدا واش انا نعس بعدا؟ نوض دغيا يلا سر بينوض في هذا الصباح. سبحان الله يلا نوض. اصبح الخير ابو نقصان. كما جيتي كتفر عليا الباب على الصباح؟ سبحان الله. كلم لي خالد الله يخليك، راني غادي للخدمه وضروري نشوفه. دخل وليدي حسن دخل. اهلا ومرحبا. باغي خالد ندوي معاه. خالد عندهم شكون هما؟ البوليسه وليدي. وعلاش المرحمة؟ على مالو؟ اش دار؟ اش دار؟ شفار سراق صافي. هادشي اللي باغي تعرف. يلا سيدي درق عليا زلفتك حتى انت في هذا الصباح. مزيان اجي اجي قول ليا ياك ما تكون انت اللي خلى عندك الدب وجاي تقول في السنه. نهار الشيطان ابو المختار واستغفر مولاك. اش من ذهب الله يهديك. خالد راه غير مظلوم. يا قلت لك ولدي مظلوم، علاش جيب لي البوليس؟ علاش
واش بغيتي ندير ليه نبارك ليه في داكشي اللي دا ها اللي دار الدم كيسهل العقوبه اللي دار ماشي اللي ما دارش مرحمة جميله فين هي مشات عند عمتها شغلك دخل لسوق راسك وانت اللي شغلك ابا المختار عارفه فين مشات جميله ما مشاش عند عمتها جميله هربات هربات حرقات أم مرحبا وين على حرقات؟ حرقات؟ انتي انا؟ هي انتي حرقات؟ علاش ملي سولناك على بنتك؟ قلتي لنا مشات عند عمتها صويرة يا سيدي حيت انا اللي وصلت حتى المحطة ديال الكيران فوق الموتور ديالي وانا اللي قطعت ليها الورقة كيفاش غادي نشوف حاجة على الأسف الملف دفعناه للمحكمة انسيه الوكيل يمكن لكم تمشيو سي حسن كنشكرك على المعلومات ديالك هذا واجب يا سيدي سي حسن يمكن لي واحد الكلمة واخا سيدي جلس خويا خليل هاد السلامة خويا الله يسلمك على سلامتك لاباس عليك بعداك صافا الحمد لله قول لي اش وقع اختي اش غنقول لك اخويا خليل ما عندي ما نخبي عليك اجي جلس بعداك جلس اجي قول لي اش وقع وعريح بعداك ريح خصك هربات اخويا دي اخويا فراسك خليل ودي في امي مسكينه راه مريضه ولا وصلنا لهادشي وخليل ونسى اخويا هذا الموضوع وفك في المستقبل ديالك الله يهديك اش بغيتيني ننسى اخويا حسن باش ننسى المستقبل اللي ضاع ولا اختي اللي هربات ولا بو اللي دخلني للحبس بلا ما ندير والو كنحس بالحكره اخويا حسن واللي بقى فيا هو بو ما عندوش فيه الثقه فين يا هاجر؟ المدرسة اليوم راه عندها امتحان ياك لاباس اش هذاك الشيء وليدي فين غادي؟ كاين ما نخبي عليك الميمة بغيت تمشي ارتاح شوية ترتاح؟ منش غادي ترتاح؟ اش غادي نقول لك؟ داك الشيء اللي وقع عمرني ما كنت كنتصوره مرة تهمني بالسرقة والمرة جاية باش غادي تهمني صافي بارك اللهم بعد من طريق ونضرق وجهي وانا المهم تراني كبرت خصني نقد براسي وما نبقى معول على حد يا وليدي هذاك ربك ما يدوزك وانت ما تدوزو يا انت تبارك الله دابا اللي كبرتي وليتي قد براسك فين غتمشي ارض الله واسع ايوا واش كتسنى نرغبوك ها نطلبوك نطلبو منك السماحه ايوا صافي وقعت الواقعه وبانت الحقيقه الحقيقه ديالي وديال اختي راه بانت وحقيقتك انت عرفتيها مال حقيقتي انا مالها ها مال حقيقتي صافي تقدو الكتاب مزيان درك عليا زلفتك يلا خرج من داري الا هادي سمع صبرت وعييت ما نصبر لك الا خرج ولدي غادي نخرج معاه لا المهم لا انت راه بدارك ومع راجلك انا اللي خصني نمشي شفتي ترابك
مزيان مشي نشوف لي كون داز ليه الكبوت. خالد مالك غادي جايك لاباس؟ لا والو والو عتقنا خويا عندك شي فلوس ندبر لخويا شحال خاصك؟ اللي كان طلعت لي الدنيا فرنسي وبغيت نمشي نبدل ساعه اخرى وتبت الله يهديك اللي تلف كيشد الارض ما جيتش عندك باش تقول لي اللي تلف يشد الارض غتعتقني ولا غنمشي فحالي وكلسكس انا نجيب لك قهوه قرب نسالي السيرفيس ديالي ونمشيو للدار واخا يلا ارتاح مع راسك والله الا البريك حنا كنبنيو به ايوا ما كيحسبوا به ايوا سيدي ها بريكا ها جوج ها ثلاثه ها اربعه البريكات الو ايه رحمن ياك لبس السلع منين جات من عند البوليس ايوا صافي صافي انا جي انا غادي نمشي عندهم ديريكت هما من هنا بسلامة غير اختي الله يعاونك وقيلا هادو لقاو الداب بناتي الله يبارك لقاو الداب هادي مزيانة سي مختار يمكن لك تضبط الاعصاب ديالك لان هادشي اللي غادي نقول لك مازال ما متاكدين شي منه ولكن انت شوف واش هاد البطاقه ديال بنتك هي هادي بنتي يا سيدي وهاد السيد كتعرفو لا ما كنعرفوش انا المهم توصلنا بواحد الميساج من عند الشرطه القضائيه باب سبته اللي كيهم هاد السيد اللي سميتو طارق الرياحي لقاو الجثه ديالو هو واللي كانوا حارقين معاه مع الاسف غرقت بهم الفلوكه وحتى واحد ما نجا والبطاقه ديال بنتك لقاوها في جيبو يا بنتي ماتت ما عندك علاش تخلع مادام ما لقيناش الجثه حنا مازال ما متاكدينش زيد صاحبي زيد دخل زيد تزيد مالك حشمان امو انت غير خالد ما تخافي غير خالد خالد لاباس دخل كي داير اولادي لاباس جلس راه غيدوز معنا واحد يومين امونتي وانا كبير هذا وليدي مرحبا بك بارك الله فيك راه مخاصم مع باه لا حول ولا قوه الا بالله ومالو معاك وليدي عاوتاني واه خلي داك الجمر راكد وصافي راه كان غيبات ليا في الزنقه ما بغاش يجي ما جيتو غير بزز ويلي ولادو تبات في الزنقه وعلى هذا وليدي ماشي داركم وراه حنا بحال حق الهجر جات سولت عليك قبيله وراه جابت لك واحد البريه وليدي غنوض نجيبها لك اللي كاينه تقول لها خلا بيناتنا البات في الزنقه ولا مات في الزنقه انت سوقك صاحبي ونير اخويا روفيكس انت كلشي مات اش غنديروا لهم شرب بحال القمر كاين اللي كيقمر بالفلوس وكاين اللي كيقمر بحياته انا ما ندير المهم انت موجود دابا ما عندي ما يتسالك انا راه موجود واحد 10 انت هنا القضيه وانا معك صافي سير غنتصل بك يلا بسلامة مختار المختار الله يهديك سيسمع الولد حتى يرجع واش حسك برعد خرجتيه للزنقه هي اللي غادي تحق له الزنافرو باش يولي راجل مازال زايد فيه انت ما عندك كبده على الاولاد البنت ما عرفتها ميته ولا حيه الاول جريتي عليه انا الدار خوات عليا شكون اللي بقى لك شكون يا هاد المراه راه الا بقى لي هنا تيتينيني عمرو ما يقصح خليه يضربوا الحيوط باش يعرف بحق الوقت عمرك ما تغير غيجي واحد النهار المختار اللي غتندم فيه انت اللي غادي تندمي الا ما شديتيش عليها فمك مشي ترجي
حسن. أهلا أخوي حميد. موجود؟ الله يرحم باك لما تصوم معايا في تمن. والله ما عنده ريال، راه غير أنني مسلفهم لي مع هاد الباترونة ديالي. شو كيف دير الله يرحم باك؟ ملي الدعوة هكا غتعطيوني 7000 درهم، والله ما نقص لكم فيها ريال، صافي؟ وانا ريه يا خويا شحال قاصح. حسن راه ماشي انا اللي قاصح، راه الوقت اللي قاصحه مزيره. وشكون اللي غيضمن لي المشيان ديالو؟ الا ما مشاش انا اللي غادي نعطيك فلوسك. واش بان لك نعيط للسيد؟ عيط ليه. فين اصاحبي فين؟ وانا كنتسنى فيك. في الخدمه. اوي سيت في الكيسه كامله وقلت لي الخدمه. حسن اخوي راسك راني كنت في الخدمه، تعبري كل ديال واحد الشركه عطاوني واحد الدوسي وقال لك خصك تكملوا دابا. يلا ساليت هي الصرف موجود وليدي. ها راه عبري كل ديال النهار من صرف. المهم راني فديت القضيه ديال الحريق. الحريق وغدا راك غادي. اي وانت؟ انا بلاش شي اللي مشيتي انت بحال اللي مشيت انا. اي ولكن اش من ولكن الله يهديك. واش تخصو براسك تقول لي ولكن الحريق راه كيبغي الخفه وليد انت اخي ما عندكش الفربه ديال الحريق. المهم واش ما كاين حد هنا؟ ولدي ولدي خليل جيتيني جيتيني وليدي جيتيني على سلامتك على سلامتك. حيا عليك يا وليدي سخيتي بميمتك. اش كاين شي واحد كيسخى بميمته؟ ولكن راك عارف خليل مالك صفر ما كنتيش كتاكل. شوف انت دي حوايجك اللبيسه غنصوب لك ما تاكل. لا المهم انا جيت نقول لك بسلامه غادي نمشي نسافر. مسافر احسن يا وليدي جيتي تعمر عليا. على قبلك المهم علاش غنسافر؟ باش ملي نرجع نخرجكم من هاد القاهره. انا ما بغيت والو، بغيتك غير انت تخلي كتافي بلاش علينا هاد البرا. شوف اختك مسكينه شوقع ليها، انا ما بغيتش يوقع لك شي حاجه. دايما يا المهم دايما يا ربي سهل عليا. الله يسهل عليك. خصني نمشي. بلاتي بلاتي وليدي تسناني واحد شويه. ما تمشيش اخويا بقى معانا. غادي نرجع ان شاء الله. علي مزيان هكا وليدي هكا. هاد الكبوت ديه معاك لبسو، راه قالوا لي كاين الشتا والبرد تما. حوايجو ما عندي ما ندير بها. عفا وليدي دير لي خاطري، راه قالوا لي كاين البرد وانا ما عندي ما نعطيك انا مسوق. هاكا وليدي شوف ملي سالي منه لوحي تما لوح هاكا. الله يرضى عليك وليدي الله يرضى عليك. واو لا معاك احسن من بابا. سبعة ثمانية تسعود عشرة مشوا عند أخوتكم ياك. فهمتكم هلكم يا عند أخوتكم دابا دابا. الله 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 الله
وين فين مشى هذا؟ فين مشى كبوتي؟ فين مشى هذا؟ فين رحمة؟ لا لا رحمة اللهم ارحم محمد. فين مشى الكبوت؟ فين درتي كبوت؟ اش بغيتي؟ ياك غير قديم. انا لا بغيت كبوتي، بغيت يكون بالي ولا جديد، ماشي شغلك. بغيت كبوتي ولا غادي تشوفي اش غادي يوقع لك؟ اش غيوقع لك؟ بعتو ايوا صافي بعتي. اويلي 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 واش عرفتي اش بعتي؟ عرفتي اش بعتي؟ مصيبه هادي، مصيبه هادي، مصيبه هادي. شوف المختار ما خليتيش ليا مصروف وداز مول المالي وبعثوا ليه 100 درهم وتقديت منهم، راه خليت لك اخويا الصرف. مول المالي ياك، مول المالي وين انا مول المالي؟ مول المالي مول المالي. كبوتي 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 يا ربي السلامة يا ربي. كبوتي 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 كبوتي، شكون شاف كبوتي؟ اعطوني كبوتي. فين مول البالي؟ مول البالي يا حبيبي، فين مول البالي؟ هنا غادي نلقى، هنايا هنايا. فين كبوتي؟ فين عيب ان شاء الله يخليك. لا خدرو احمر، خدرو ازرق، خدرو ازرق، خدرو ازرق. كبوت كبوت الكبوت دي، كبوت كبوت كبوتي. لا ماشي هذا، ماشي هذا، اسمح لي اخويا. ماشي كبوت كبوتي، شكون شاف كبوتي يا عباد الله؟ واخا قصنا سخنا حداك فيكتيم جديد. كيفاش فيكتيم؟ اسمع الخاو، لا اللي كتسلى فيه الدل فليسات وصلت. ويلي حتى انا ضحك عليا وضحك علينا كاملين شهر وانا غدا جايه، عرفتي ولقاه والترى نشدو والترى نقطعو والترى نرجعو طراف. سميتي نادية وانت؟ خالد. واسي اسي خالد ولا عبقادر ولا بوعزة تدريرة ديالي. اش من ديالك؟ واش جديدة هادي؟ شي دي شي دي ما بغيش ندير لك الهيبة باش ميزعم عليك حتى واحد. واش شكت عليك؟ انا ما ديالت حد، هادشي اللي خلاني نهرب من دارنا. بغيتو تناقرو سيرو لهيه يلا. هادشي كلشي نعمس اللي درتو، كنت كنحرق الناس وكنت كنزور كاع الوراق ديال المحكمة وديال الإدارة وكلشي. نعمس اللي حتى نصبوا الاحتيال كنت كندير، وني نعم سيدي راه الذهب جابوا لي طريق، انا راه ما سرقتوش. تقرا ولا نقرا؟ بلاش نعمس. ما عندكش اعتراض على داك الشيء اللي تما؟ لا ما عنديش. الا وقع
ديالي. مالك اش كاين؟ ها؟ شنو هذا؟ الساك ديالي فين هو؟ فين اش تصار؟ قلت لك الساك ديالي. واش نعرفو هنا فين كان؟ ارتقيتنيش مالك مالك ديما كتنطط. قلت لك الساك ديالي. فاش شفت انا الساك ديالك؟ فين هو داك اللي كان معاك؟ واش هو فين مشى؟ سير قلب عليه، صوني انا. صافي اتفقتوا عليا. ما تضربنيش ما تضربنيش. واش ضربني انا سير شوفوا هو فين دارو. يلا زيد حد قفل الهضره. سيب علي صراخ مرض كدايا. رحمه قول لي ادخل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. تفضلي لالا. ما راجلك ما جاش؟ مريض السيدي ما يقدرش يجي. هاد الأمانة هادي واش ديالك؟ ديالي يا سيدي. ديالي يا سيدي ديالي. إوا قلبي وشوفي واش ناقصك شي حاجة. لا سيدي ما ناقص والو. لقيناه في واحد الدار ديال نصاب كبير. الله يرحم وليدك. اسمحي لي يا لالا. هاد الأمانة غادي تسلميها في المحكمة. شي خبر على بنيتي؟ النهار يكون عندنا الجديد غادي نعاودو نتصلو بك. دابا يمكن لك تمشي. خويا بغيت نبيع هاد الكبوط. راه جا قدك. شريف شري من هاد الكبوط. لا اخي ما عندي ما نعمل به. الحال سخون دابا. واه أسي علاش ترخصي لصاكو؟ شفتي أنا باغي نمرضو باغي نفقصو. شدك بنادم كيسحب راسو واعر. أنت درتيها به وأنا قدمتني معاك وأنا صحاب للشفارة فحالك. أجي دابا أنتي علاش كدافعي عليه؟ ها؟ علاش كدافعي عليه؟ ياك ما بغيتي ديري لي قنطرة ولا شي حاجة. تطلق مناش بيني وبينك. مالك كاتب عليا القاعد الشفار الآخر. أنا شفار؟ أنا شفار. فلوس. منين جاو هاد؟ منين جاو هاد الفلوس؟ هزا معاك فلوس؟ هزا معايا والو يا انا. شوف انت شنو بالضبط؟ ما هزا معايا والو. نبغي ندبر عليه. شوف عندي ما ندير بها. بغيت نبيع هاد الكبوط. كبوط عامر. شوف مالك. مرحبا. ولاش اخوتي معذبه راسك؟ راه جينا غنشوفوك كي درتي. اعدابكم راه مرحبا بكم. ربي يخليك. ما حسن مسكين راه كيجي ديما يشوفنا. راه بحالو بحال خالد. راه ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. راه حنا خوت اخالتي. ما كاينش شك وليدي. الله يرضى عليك. قولي لي بعدا هذاك الطبيب اللي خليت ديتو عندو واش قال لكم؟ اش عنده ما يقول؟ هذا مكتبو كنصرفو. الحمد لله اللي لقيت خوه معاوني عليه. الله يكثر خير. وراه ما فيها باس اخوتي. الخوه راه حدها الدنيا. واش نقول لك؟ علاش اخوتي ما تمشيش تسبي ليه وشوفي عاوتاني على سيدي ربي؟ يا اختي راني ديتو سببت ليه زورتو. ديتو عند الطبيب العادي. ديتو عند الطبيب النفس. واش قال لك يا خالتي الطبيب النفساني؟ قال لك وليدي عنده صدمه وخصو يعرف شنو السبب. على الدريه تغصبت في شبابها ماشي سبب. والدري اللي مشى تغرب ماشي سبب. واش غنقول لك اختي؟ الله يجعل ربي يشافيه. امين. نظرة خالتي كاين شي خبر على خالد؟
وي مسيو شاهي لاباس عليك الحمد لله لقيتيني خدام في الدوسي ديالك اياه ايوا غير صيفط ليا الوريقات راك عارف لونغاجمون ولا فاكتور فيزي راك كتعرف اخويا السيركوي ديال لادوان ايوا راك كتعرف خدمتنا كي دايره كاين فرق ما بين ترونزيتير وترونزيتير ايوا داكوغ تصيفطهم ليا اليوم ان شاء الله غدا نخرج لك السلعه داكوغ يلا مع السلامه وي نسيت الرونديفو ديال خليل مالك قيدها عفوا السلام عليكم عليكم السلام أعطيني واحد مسكة أنا شريف بغيت نسولك تفضل ديك السيده اللي خرجت من عندك من هنا فدوى عاد خذت المفاتح ديال الدار ديالها اي هذيك واش نقول لك الله يحمرها دار الحق مسكينه ما عندها زهر مالها اجي واش عندك تينا كتسقسي عليها شوف شريف انا واحد السيد معقول وقصدي شريف والواحد خصو يسول على راسو ولا لا معقوله ما عندي ما نقول البنت الله يحمرها دار داخله سوق راسها بنت معقوله وبنت الناس وخدامة على واحد العائل سيتو عندها صغير من اللي مات الرجل ديالها وفين خدامة؟ اشرب سيدي جميلة جميلة ماتت كيفاش درتي حتى لقيتيني ماشي مهم اللي مهم هو راني لقيتك كل ساعه اختي راه بغيت نهضر معاك ما عندي ما نقول وليتي قاعد شال المهمة كنتي مخبية عليا حتى ولدي ما بغاتش تخلعك الحمد لله اللي جمع الله شمل ياك ياك جميلة بنيتي ياك أنا حسبني رمتي عمرك ما درتي لي التليفون وقلتي لي يا ماما أنا مازال حية ياك ولا علاش الشيطان الرحمن والحمد لله ملي يرجعوا لك وليداتك بخير وعلى خير المهمة نعم شتي بنتك جميلة ونسيتيني وشو هاد المغيار شو حاشا يا وليدي حاشا انت الخير والبركة الله يرضى عليك سمحيني يا بنت سمحيني ما تقوليش هكا خالتي مكراش مني قلت الصواب كي جاك الكادو زوين شكرا
با براني عارف كتسمعني برا جت لك تتكادو ديالك همشي نجيب لي الكادو ديالك با قلتي على هذا الكبوت ويلي قلت لك لوحو كبوتي انا غادي ما غاديش نديرك